قطاع الصحة بولاية سطيف يعرف عجزا ملحوظا في المناصب فاق 50% في بعض التخصصات الحساسة والتي تعرف ضغطا رهيبا مع التزايد المستمر لعدد المرضى. العجز الكبير وهو في 3 تخصصات. أولا القابلات، لأن تعرفوا عمل القابلة صعيب، مش فقط ذهني وإن كذلك عمل فيزيائي أكد أقول يعني بدني. ثانيا الأشعة، أولا الأشعة عن طريق الصورة اللي احنا ماذا بينا كل عيادة متعددة الخدمات يكون فيها جهاز أشعة. اليوم عندنا الأجهزة في بعض المناطق وما عندناش اللي زيد إلى ذلك. بالنسبة للأشعة سطيف كما تعرفوا عندها مركز لمحاربة الأورام يحدي العلاج عن طريق الإشعاع، وبالتالي يحتاج كذلك إلى، لأنه عمل يعني كبير جدا وصعب جدا. ضف إلى ذلك وهو ما يعرف عنا بالزمار المختصين في التخدير والإنعاش. هذا العجز انعكس على نشاط بعض الوحدات الصحية التي لا زالت مجمدة. بعض الوحدات الصحية اللي بعضها راه مفتوح جزئيا وبعضها ربما مازال منفتحش على غرار ربما الماترنيتي اللي موجودة في عدة مناطق، اللي إن شاء الله سنشرع في فتحها جزئيا، حكا باش ما يلومونيش الناس، يعني نقول جزئيا في مثلا ولاد تبان وفي عين السبت وعدة مناطق إن شاء الله يا ربي. لتدارك هذا النقص تم بعث التكوين الشبه الطبي من جديد بعد توقف دام 7 سنوات كاملة. خروج الممرضات والممرضين إلى التقاعد اللي خلق مشكل، وبالتالي عاد بعث السيد وزير الصحة عاد بعث التكوين الشبه الطبي مدة سنة بعد توقفه أكثر من 7 سنين. إذا هذه الكثافة ما دام اليوم رانا نوصلها فيها كذلك أمر آخر وهو أننا نريد النوعية. هي جهود تصب كلها في السعي لتدارك النقائص التي يعرفها هذا القطاع الحساس.